اهلا بيكم النهارده في جلسه البلورال ديزيزز، ويسعدني طبعا يكون معايا استاذتنا استاذه الدكتوره مها غانم وبقيه الزملاء ان شاء الله هيجوا على طول. في الاول انا ابدا اول محاضره للاستاذه الدكتوره مها غانم، هتكلمنا عن الرول اوف ذا ثوراسيك الترا ساوند ان مودرن مانجمنت اوف بلورال ديزيزز. اتفضلي يا دكتوره مها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا طبعاً بحيي وبشكر وأبارك للجمعية والكل القائمين عليها بالنجاح اللي هو المتواصل وإن شاء الله دايماً للنفع والتوفيق كده وعقبال كل سنة. شكرا الدعوة وشكرا الفلور لحضور. أنا عارفة جلسات الصباحية خاصة يوم الجمعة يعني بتبقى إلى حد ما مقلقة كده على الصبح، لكن أنا ليا الشرف إن أنا أكون مع حضراتكم. شكرا دكتور أحمد على التقديم. البلورة دي جلسة البلورة النهاردة، ويمكن التوبيك اللي أنا هتكلم فيه الأسهل في باقي عن باقي حتى المحاضرات اللي كان دكتور جمال بيه أما قال لي يعني he gave me the title. فإحنا دلوقتي بقينا quite familiar الحقيقة بالrule of ultrasonography في الشيست عن 10 أو 15 سنة فاتوا. ويمكن أنا على ذكر التاريخ، وأستاذنا الفاضل دكتور مختار بيعلمنا أن إحنا دايماً نذكر التاريخ، فأنا بيشرفني الحقيقة أن قسم الصدر في كلية الطب جامعة أسيوط كانت من أوائل الأقسام التي عرفت قيمة هذا التكنيك. الله يرحمه أستاذنا الفاضل أستاذي أستاذ دكتور طارق محفوظ في يعني أواخر الثمانينات سجل أول رسالة ماجستير للأخت الفاضلة دكتورة مها الخولي على الرول of chest ultrasonography في chest disease، ومن هنا بدأت السلسلة we knew the value وابتدينا كلنا ك يعني نواب وما يعني gaining experience، والحمد لله بقت مدرسة كبيرة في الجامعة وطبعا يعني في الدنيا كلها. واذكر لما كنت في انجلترا بدرس وكنا بنتكلم على الشيء، كنت رايحه بقى بالكونسبت بتاع الرول اوف تشست التراسونوجرافي. they didn't know that، ما كانوش في الاول appreciating how valuable it could be. واما كان بيتعمل باي دي سونوجرافيست، وكان يعني كلهم بتوع راديولوجي، وما كانش that valuable technique او زي ما تقول موداليتي او مود اللي احنا ممكن يساعد. الحقيقة اللي أنا هقوله is not new. I'm just addressing few points. والأهم من اللي أنا هقوله دلوقتي اللي كان يوم الثلاثة الحقيقة. الوركشوب اللي اتعمل يعني هنا من الجمعية، وده الحقيقة من الوركشوبس اللي هو very much appreciated إن هو يزيد ويبقى في كل السنترز على الشيست ألتراسونوغرافي. وأعتقد إن هي كان دكتور جمال بي ربيع ودكتورة صفاء وبعض الناس الآخرين اللي هم قائمين عليه. البلورة هتظل المذر ديزيز والمذر يعني باثولوجي اللي هو البلاي جراوند الحقيقي للتشيست سونار. يعني الفاليو الحقيقة ظهرت منه، ودايما احنا عارفين ليه احنا كنا دايما بنتكلم على ان الهواء والهازاردز ان يعني we can't see the air that much، ولكن بدأنا بالفلويد زي ما كانوا بيشوفوا الاسايتس. احنا كنا بنشوف البلورة الفلويد، وابتدى بقى الكوانتيفيكيشن، وابتدى يعني ان احنا نخش في الديتيلز، وابتدينا ان احنا يبقى ان ايد اون موداليتي كمان في التكنيكس اند تو فولو اب كمان وات هابنز افتر ذا تكنيكس. فاحنا زي ما احنا بنقول لحد دلوقتي موست اوف ذا ليتريتشرز على التو دايمنشنال بلاك اند وايت التراساوند سيستم، ويمكن الفيوتشر دايركشنز وريكومنديشنز از ناو how can the 3D and the 4Ds اللي هم دلوقتي بقالهم حوالي 2 decades done or do in the chest ultrasonography as well. هل كان يبقى ممكن يبقى لهم add-on value ولا لا؟ الجزئية الثانية طبعا I'm not addressing the role في الأذر في اللانج وفي البارينكيما وفي الميديستاينم and so on، ولكن what I'm going to concern أو to concentrate عليه النهاردة هيبقى بس الرول الأعظم والقوي جداً في البلورة.
الاكزامينيشن الريال اكزامين، لو انا هعمل اكزامينيشن كويس كده لحد بذمه يمين وشمال it takes around 10 minutes. هاخد الزونز كلها يمين واللاترال بوزيشنز it takes around 10 minutes but it make great difference. These 10 minutes can make great difference في التشخيص بتاع العيان. طب احنا بنتكلم على diagnostic chest ultrasonography. الماشينز دلوقتي زي ما احنا قلنا بقى كتير قوي وطالع منها كتير، والجمال فيها ان في منها الكبير وفي منها الصغير وفي منها الغالي وفي منها الرخيص، ويعني it can be in every well-intended hand. يعني اللي عايز هيلاقي and can improve himself. نفس القصة البروبس طبعا اللي احنا بتستخدم، وان كان عندنا في الشيست we do know ان احنا عندنا two most important probes اللي احنا بنستخدمهم سواء كان اللينير او الكيرفد، ومين اللي بيشوف الجزء اللي هو الخارجي ومين اللي بيشوف المور ديبث اوف ذا تشست. وزي ما احنا بنقول الاهم في الماشين عموما، احنا بنتكلم على تول على ماشين. لو انا مش عارف الماشين بتاعتي، لو انا مش فاهمها، لو انا مش عارف امكانياتها I might under يعني estimate the use بتاعها. اللي أنا بس بحاول أنصح، ممكن واحد يبقى راكب عربية يعني whatever، وواحد راكب عربية جاكور ولا مرسيدس، الاثنين بيمشوا على الأرض. بس حتى اللي راكب العربية المرسيدس لو مش عارف إمكانياتها، لو مش عارف إمكانياتها وإيه اللي ممكن يعملوا بيها، ممكن يبقى under use the value أو حتى the cost أو حتى the price بتاعت الإيه التول اللي هو تحت ايده. فاحنا زي ما احنا بنتكلم ان احنا لازم نبقى عارفين او فاهمين اصلا الماشين اللي احنا بنتعامل معاها. احنا بنتكلم طبعا زي ما احنا اتكلمنا على الكيرفي لينير اللي هو الاثنين لخمسة ميجا هرتز، ده اللي احنا بنشوف بيه الجزء السوبرفيشيال. والهاي فريكوانسي ده اللي هو اللينير شيب، ده بناخد او بنشوف بيه الايه المور ريفايند اسسمنت اوف ذا يعني سوركس. زي ما احنا قلنا نفس الماشين احنا بيبقى فيه حاجات بعض الكلمات يعني يمكن حتى بتوع السونار عارفينها، لازم احنا كمان نبقى عارفين يعني ايه depth، يعني ايه gain، يعني ايه freeze، ايه الفاليو، هيضيف لي ايه، اعمله ازاي. ده هيخلي الصورة افضل، هيخلي الوضوح والcontrasting والpathology ممكن يبقى بصورة اوضح لينا سواء كان في الassessment او في الـ يعني الفولو اب اوف اني ليجنز ذات مايت هاف بين سين. انا طبعا الفريز حضراتكم عارفينه اللي احنا بنعمل بيه ستاندينج او ستيلينج اوف ذا ايمج، وبنقدر فيما بعد ان احنا نقيس وي جيت ذا ميجرمنتس يوزنج ذا تراك بول. وزي ما احنا بنقول ال ام سوري ام جيتينج باك الديبث ده اللي هو الديجيتال زومينج اللي احنا ممكن اركز بيه على ديفايننج على بورشن من السكاند ايمج، وممكن اعمل لها ديبثينج لحد 2 3 تايمز، وده برضو بيساعد اكتر ان انا زي ما احنا بنقول تو جو اند تو فيل، اخلي الباثولوجي فيلينج الديجيتال سكرين. السكيلينج زي ما احنا بنقول ان احنا بيبقى دايما موجود على الفيرتيكال اكسس عشان ابقى عارفه قد ايه حجم الليجن في الريال لانج قد ايه. والجين ده اللي انا ببتدي اعمل بيه كونتراستنج وابتدي اعمل بيه اميز بين التيشوز اند تو ادجست ات عشان اخد احسن صوره. البوزيشننج اوف ذا الترا ساوند بيشنتس حضراتكم اكيد دلوقتي بقينا فاميليار بيه، ولكن انا بعرض البوزيشن اللي هو احنا يعني المينيمال زي ما احنا ليننج فورورد احنا ما بنعملوش كتير. يعني احنا دايما عاده بناخد السوباين اللاترال زي ما انتم شايفين حتى في كريتيكالي ال، لكن it is advisable في الميديكال بيشنتس لو احنا بنعمل assessment للquantification خاصة البلورال فلويد ان احنا ناخد الليننج just زي ما انتم شايفين الليننج position that can detect اللي هو even الكوستوفرينيك انجل كلوجر او obliteration. الكورسز زي ما احنا بنقول ام ريكومندنج دايما بنقول ان احنا وي شود دو ذات، وبره عملوها بالارقام علشان اقول ده بيعرف باللوره قد ايه، لازم يكون شاف كم حاله ولازم يكون عمل كم حاله ولازم يكون حد شافه هو بيعمل كم حاله. في التكنيكس النمبرز بتزيد ستاندرايزيشن اوف ذات، يعني الامور دلوقتي بقت كالكوليتد علشان نقدر نقول مين بيعرف باللورال التراساوند كويس تو ذات اكستنت.
من الناس اللي عرفوا أهمية يعني توم كروز وكيت، أما كيت يعني his girlfriend got pregnant، راح اشترى ultrasound في البيت، والبي بي سي acknowledged that علشان هم كانوا عايزين هم themselves they were following their baby every way though that طبعا he's not لكن they knew the value يعني to that extent. احنا عندنا different forms اللي احنا بنشوفها، لازم نبقى familiar with the normal to know the abnormals. الديفرنت فورمز اللي احنا بنشوفها سواء في اللنج او البلورا، السبتيشنز، الدفرام ازاي، الاماكن، الاناتومي، دي اناتومي از كروشال في اي حاجه. مشكله الالتراسونوجراف از اوبريتور ديبندنت، يعني انا حاطه فين، بعمل ايه، خبرتي قد ايه، شفت قد ايه، فاهمه الاناتومي اللي انا فيه ولا لا، ات ميكس جريت ديفرنس. لكن ان انت تشوف صوره بس كده للسونار، ات ديفرز هاو اند هو از دوينج ذس. النورمال لانجز، البلورال لاينز، البلورا از ا كروشال بليت فور ايفريثينج، حتى عشان اعرف الاي لاين والزي لاين والاي لاينز، انا مش هخش في الديتيلز بتاعتها، لكن هي بتعتبر عشان اقول الاي بيبتدي من فوق من الشست وول وجاي عليها، ان انا اجي ابتدي اقول الاي لاينز طالع منها، ان انا ابتدي اعرف الزي لاينز فين، البي لاينز. فالبلورا والبلورال لاينز زي ما احنا بنقول از فيري امبورتنت to localize، وان انا ابقى familiar بيها. وطبعا فيما بعد البي لاينز، وكلنا عارفين البروتوكولز، ذا بلو بروتوكولز والاكستندد بلور بروتوكولز اللي هو معاه الاسبيريشن اند سو اون، ذيس ار اول ستاندرايزد دلوقتي في التكنيكس. قد كده ده ما بيعمل ديب، شوفوا ما بيغير المود، بيبتدي يشوف اكبر، بيشوف احسن، بيركز، يكبر الصوره ويبتدي يعرف فين الشيست وول، فين البارايتال بلورا، وفين الفيسرال بلورا، وهكذا. يعني احنا دايما بنقول لازم نبقى فاهمين الاناتومي الاول to know where we are. البلورال افيوجن اتسلف زي ما احنا بنقول، انا يعني الديتيلز زي ما احنا بنقول البرايمري نوليدج موجوده المفروض دلوقتي عندنا من كتر ما شفنا، والاكستندنج دلوقتي وركشوبس اللي هي موجوده فيه على طول. وزي ما احنا بنقول دايما البلورال افيوجن مش مجرد دلوقتي ان احنا بقينا بنشوف ايكو فري يعني اريا داد بلاك، لا، احنا دلوقتي بقينا بنقدر نعرف قد ايه ممكن نقسمها ان ذا شيب اند كان بريدكت الاوت كام او البوزيشن، ازاي نقدر تو كوانتيفاي. حتى الكوانتيفيكيشن في الليت ليتريتشرز دلوقتي بقوا بيحاولوا يعقدوها شويه، يجيبوها يحسبوها الفيرتيكال على الهوريزونتال. هنجيب شويه صور كده سريعه، ولكن زي ما احنا بنقول دايما الجيت بلاك از ذا فلويد، واللي حواليه ديبيندز اون ذا اناتومي. التانج الموضوع اللي هي من الحاجات الكاركترستيك، الكولابسد لانج اما بتبان في صوره الموفينج تانج، دي من الحاجات اللي هي يعني كويت فاميليار للسونوجرافيست. اما بيبقى في اباندنت بلورال فلويد دايما اللي هي الكولابس اللي بيحصل سكندري، ده بيبقى يعني الى حد ما باين واضح، ويعني صوره شائعه بين في البلورال افيوجن. الادفانتجز بتاعه الوورد بيست بلورال الترا ساوند اي، ات كان ديتكت الباثولوجي، ات كان طبعا distinguish between the pleural and parenchyma lesions. We can guide the procedures. أبسط شيء اللي هو السونار guided aspiration. We can monitor the pleural disease and it can be done bedside with no delay, no radiation, and can be repeated as many as you can do. The indications طبعا إحنا we clarify in nature. We guide the thoracentesis. We drainage especially في the small, the loculated, the repeated ones. The nature of the hemothorax اما بيبقى في a characteristic white out picture. We differentiate between a subpulmonary effusion لو كان في nodules على الدفرام، لو كان في co-parenchymal او lung lesions. الدفراجماتيك assessment طبعا paradoxical movements اللي هي كل دي من الحاجات اللي هي ممكن تتشاف. Pleural thickening والpleural disease والpleural sequelae لأي pulmonary disease again can be assessed. It can exclude post-intervention as well complications. والappearance طبعا زي ما احنا بنقول ممكن يبقى anechoic, complex,
non-septated, septated, homogeneously. ده صورة واضحة قوي للسبتيتد effusion اللي هو بيحتاج special maneuver وفيبرينولايسيز وما إلى ذلك. وطبعا زي ما احنا بنقول اللونج ultrasonography quantification الأسهل المينيمال السمول المودريت اللارج depending على الإيكو فري سبيس اللي احنا بنستخدمه والحجم بتاع البروب. إذا كان أقل قد مرتين أو أكتر ده أسهل حاجة. دي الطرق الحديثة اللي هم أمضان على العموم دي آخر سلايد اللي هي الطرق الحديثة اللي هم بيحاولوا كانوا يعملوها دلوقتي ياخدوا vertical lines وياخدوا زي ما حضراتكم شايفين horizontal lines ويبتدوا يحسبوا علشان الaccumulation والquantification of what's going on inside the pleural cavity. Once again أنا طبعا بشكر وبهني وaddressing the value of this technique اللي هو زي ما احنا بنقول should be in every pulmonologist hand. وشكرا لحضراتكم. شكرا شكرا جزيلا أستاذ دكتورة مها غانم على المحاضرة القيمة. وتبدأ لنا بقى السيشن. ندعو الأستاذ دكتور أيمن بعيث أستاذ الأمراض الصدرية في اسكندرية وحامل لواء الثوراكوسكوبي في القطب الشمالي الإسكندراني. هيكلمنا عن modified thoracoscopic cryobiopsy in diagnosis of exudative pleural effusion of undetermined etiology. السلام عليكم. بداية أحب أشكر الجمعية المصرية للبرونكولوجي وعلى رأسها أستاذي الفاضل الجميل جدا دكتور طارق صفوت. وأحب أشكر الصوت كده كويس؟ تمام. صعب ان انا اتكلم بعد الاستاذة الجميلة القريبة جدا الى قلبي دكتورة مها غانم. وطبعا يشرفني وامثريلد ان انا بتكلم مثلا استاذي دكتور احمد حلفاوي رائد الثوراكوسكوبي والبلورا في مصر. يعني انا في القطب وحرك في مصر يعني. ما ينفعش طبعا نتكلم على البلورا وما نذكرش او ننعي father of pleurology worldwide اللي هو ريتشارد لايد. It was a great mess for us all, يعني for all of us. هو died يوم 11 مايو السنة دي وكان great loss كل من له صلة بالأمراض الصدرية. نعى هذا الرجل اللي هو عمل lights criteria دي أشهر إنجازاته يعني. وكان رجل بصراحة اللي عرفنا عليه دكتور أحمد الحلفاوي وجابه كذا مرة هنا ورجل جميل جدا 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 ربنا يرحمه. بداية هو الموضوع بتاع الموديفايد ثوراكوسكوبيك كرايوبيوبسي. يعني موديفايد كرايوبيوبسي دي فكرة جات لي دي احنا هديناها رسالة لزميلي دكتور محمد عمارة في أخصائي في صدر دمنهور. وكان معايا الأستاذ دكتور عصام جودة ودكتورة هبة عشماوي. الفكرة جات لنا ان احنا المشاكل اللي بتقابلنا في الثوراكوسكوبي كان رقم واحد لو انا عندي البيشنت عنده بلورال ديزيز ودخلنا بالثوراكوسكوبي وبلورا دي كانت فيرم وادهيرنت كان يبقى صعب جدا تاخد منها بايوبسي. تيجي تاخد بايوبسي تطلع حاجات صغيره خالص ممكن تبقاش دياجنوستيك. الحاجه الثانيه ان ممكن لو حاولت تاخد منها ممكن يحصل بليدنج سيجنيفيكانت. والحاجه الثالثه البين بقى لما اجي اخد البين بيبقى جامد ساعتها لو انا شغال بكونشس سيديشن. فمن هنا جت الفكره بتاعه الموديفيكيشن اللي احنا جربناه في الكرايوبيوبسي. دي طبعا طرق تشخيص اي بلورال ديزيز بلايند اور كلوز بلورال بايوبسي ايمج جايدد بايوبسي اور ثوراكوسكوبي. طبعا ما ننساش برضو جاكوبياس اللي هو فادر او اول واحد عمل ثوراكوسكوبي او درونيت اتس براكتس من سنه 1910. الكرايوبيوبسي طبعا طالع موضه طبعا الايام دي جدا سبيشالي في اللانج بايوبسي في الديفيوز بارينكمال لانج ديزيز في الانترستيشال لانج ديزيز. والميزه فيه ان هو بيبقى فيه لاس بين والبريزرف تيشز ولاس ريسك اوف بليدنج. طبعا الكرايوبيوبسي موجود من زمان من سنه 2009 تقريبا في الثوراكوسكوبيك كرايوبيوبسي وفي كذا بيبر اتكلموا عليه ودايما بيستخدموه مع الفليكس ريجيد ثوراكوسكوبي مش الريجيد عشان الفليكس ريجيد عامل زي الايه زي برونكوسكوب فبيبقى الفورسبس بايوبسي صغير فبياخد بايوبسي صغيره فلما نستخدم الكرايو بيكبر حجم الايه زي ما حضراتكم شايفين السايز اوف ذا بايوبسي في الكرايو بيبقى اكبر من الكونفنشنال بايوبسيز. يعني دي ستادي اهو بين السايز هنا 4 وهنا 10 بالكرايو بايوبسي بيبقى 10 ملي بالفليكسبل بيبقى 4 ملي. ده برضه هو بيبين السايز بتاع الكرايو بايوبسي. ولما جه مقارنه الريجيد اللي احنا بنشتغل بيه كلنا بقى الريجيد بالفليكس ريجيد بالكرايو بايوبسي كان طبعا ده السايز اوف ذا بايوبسي طبعا الريجيد بيبقى اكبرهم يليه الكرايو يليه الفليكس. دي حقائق معروفه ومنشوره في الليتريتشر.
كان في برضو اول بيبر كانت عامله الموضوع كان مش عارف ازاي بصراحه يعني جات له الجرأة انه يعملها انه ياخد لانج كراي بايوبسي بالسيراكوسكوبي، لان ده يعني احنا لما حاولنا نجربها كان في حصل بليدنج هوربل يعني ما جاتلناش الجرأة ان احنا نكررها تاني بصراحه ان انت تاخد لانج كراي بايوبسي بالسيراكوسكوبي يعني. ولما كنا في الاي سي سي بي وسالت مالدونادو على الموضوع ده قال لي ده ضرب من الجنون ان انت تحاول تاخد لانج بايوبسي بالكرايو بالسيراكوسكوبي، ده كان حاجه صعبه قوي. الام اوف ذا ورك بتاعنا ان احنا نجرب الموديفايد تكنيك ده اللي هنتكلم عليه في الدايجنوزس ريجاردنج السيفتي والسايز اوف ذا بايوبسي والافيكاسي والكومبليكيشن. كان عندنا 24 عيان جم عندنا في المستشفى الرئيسي الجامعي في جامعه اسكندريه، احنا كنا بنعمل الموديفايد كراي بايوبسي والكونفنشنال فورسبس بايوبسي في نفس العيان، في نفس العيان يبقى احنا 24 بيشنت، بعد ما بندخل بناخد واحده بالكرايو وواحده بالريجيد في نفس البيشنت. الانكلوجن كريتيريا اني اكسيتيف بلورال افيوجن والاكسكلوجن لو عنده اي كونترا انديكيشن او ريفيوزنج ان هو يعمل ثيراكوسكوبي. طبعا بعد ما ناخد حاجات الروتين الهيستوري والكلينيكال روتين اكزامينشن. البرنسبل بقى ايه بتاع الموديفيكيشن اللي احنا عملناه، احنا كنا بنعمل سب بلورال انجكشن اوف سلاين كونتيننج ابينفرين وليدوكاين 2%، ناخد سنتي ابينفرين وسنتي ليدوكاين ونكملهم 10 سنتي نورمال سلاين وبنحقنهم سب بلورالي through a needle عشان نعمل raising للبرايتال بلورا. Then بندخل الكراي بروب ونشيل البلورا بعد كده. تمام؟ يبقى انا برفع البلورا بالسلوشن ده اللي فيه ابينفرين عشان يقلل البليدنج وفيه ليدوكاين عشان يقلل البين. وبدخل البروب بتاع الكراي واشيل بيه البلورا البايوبسي. الفكرة دي جات لي منين؟ جات لي من كان في شوية updates اتعملت في الثيراكوسكوبي recently على diathermy enhanced thoracoscope pleural biopsy. يعني هم استخدموا حاجة اسمها insulated tip diathermic knife في السيم ريجيس ثيراكوسكوبي اللي هي دي عشان يشيل منها حتة من البلورا تبقى أكبر زي ما حركوا شايفين، لكنها نايف بس بالإلكترو، وكان بيرفع بيها البلورا الاول بالسلاين قبل ما يقطعها. الحاجه الثانيه استخدموا حاجه اسمها هايبريد نايف وذ هاي بريشر ووتر جيت اللي هي دي، كان يدخل النيدل اللي هي دي الجهاز ده سب بلورالي اهو ويرفع بيها البلورا وبعدين يخش برده بنايف الكتروكوتري يوم جاي قطعها. الكلام ده كله ثرو ريجيد ثيراكوسكوبي او سوري سيمي ريجيد ثيراكوسكوبي. اخر حاجه في نايف اسمها اس بي نايف جونيور، ودي كانت نوفل تكنيك خالص ان هو برده بيرفع البلورا بسب بلورال انجكشن وبعدين يخش بالنايف دي اللي فيها الكتروكوتري يقطع البلورا ويخش بالكرايو يشيلها. يعني بيستخدم ثلاثة تكنيكس. اللي احنا استخدمناه استخدمنا ثوراكوسكوبي اللي هو بتاع كارل شتورز 9 مليمتر والروتيشنال فورس لوكو اجريشن فورس بس العادي بتاعنا، الدامبر بتاعه 5 ملي، ده الست بتاع الثوراكوسكوبي الموجود عندنا في القسم. والإكويبمنت احنا عندنا كرايو إكويبمنت، عندنا سيلندر كنا بنستخدم الكرايجن الكربون دايكسايد والكونسول اللي هو بتاع إيربي والكاستر أو الكرايو بروب، وهو الجهاز إيربي هو ده الجهاز اللي موجود عندنا في القسم، وأعتقد إن احنا من أوائل الأقسام في الجمهورية اللي كان عندنا الكرايو. الإكويبمنت اللي عندنا احنا ابتدينا البيبر دي كنا بنشتغل بالريجيد كرايو بروب اللي هو الدايمتر 2.4، بعد 10 عيان الريجيد ده باوز، كلمنا إيربي وي 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 بطلوا إنتاجه وخلاص وقفنا في نص مش عارفين نعمل إيه. فجبنا الفليكسبل كراي بروب اللي هو للحسن الحظ برضو كان نفس الديامتر وعملنا له فيكسيشن على ريجيد فورسبس بتاع الريجيد برونكوسكوب وأصبح كده زيه زي الريجيد كرايو بروب بالظبط. هوري حضراتكم الصور. ادي ده الريجيد كرايو بروب اللي احنا كنا بنستخدمه في أول 10 عينين وبعد كده باظ. فجبنا بتاع البرونكوسكوب و ثبتناه على فورسبس بنستخدمه في الريجيد برونكوسكوبي فاصبح اعتقد بيقوم بنفس المهمه. والكلام ده موضوع مشروح بالتفصيل في البيبر اللي اتنشرت في مجلتنا العريقه للبرونكولوجي. كنا بنحقن بايه؟ كنا بندخل ترانس برونكيال نيدل ثرو ذا وركينج شانل بتاع الثيراكوسكوب اللي هي بنستخدمها في التي بي ان اي في البرونكوسكوب، بندخلها هي دي اللي بنحقن فيها الميكشر عشان نعمل اليفيشن او ريزنج للبلورا. ادي النيدل اللي احنا استخدمناها كانت بتاعت اندوفليكس جيرمان هي. بعد كده بنعمل فولو اب ونعمل الكومبليكيشنز والدياجنوستيك افيكاسي وبنعمل تشيست اكس راي دي بيفور مثلا، ده اكزامبل وان اوف ذا بيشنتس بيفور اند افتر. كنا برضو بنأسس الفات سيلز في البايوبسي والفات سيلز دي بتدي ريفليكشن للديبس اوف ذا بايوبسي واسسد الكراشد سيلز ودي او الارتيفاكتس ودي بتريفلكت التيشو انتجريتي اوف ذا بايوبسي.
وكنا متفقين مع الباثولوجي لو ما لقاش فات سيلز او ما لقاش كراش سيلز يبقى نيجاتيف، لو لقى اقل من 5% تبقى 1 بلس، من 5 ل 25 2 بلس، واكتر من 25% 3 بلس. وكنا بنشوف الكومبليكيشنز، بنستريس على الوند انفكشن، فيفر، بين، بليدنج، وانكمبليت لونج اكسبانشن. الريزلتس احنا استخدمنا زي ما احنا قلنا في جروب 1 كراي بروب الموديفايد تكنيك، 10 عيانين بالريجيد و14 عملنا سب جروب اناليسيس بقى و14 بيشنتس بالموديفايد تكنيك، والجروب 2 اللي بنستخدم بالريجيد العادي خالص في نفس العيان. كان الايدج بتاعنا الميديم 53، كان 12 ميل و12 فيميل. البين كان معظمه بوست اوبراتيف، وده ديو تو ثيراكوسكوبيك بودراج، ده اللي عمل البين. البليدنج كان فيري مينيمال، محتاجش اي مور انترفينشن. والفيفر برضو كان معظمها بسبب البلوروديسيس. كان الدايز تو تشيست داي ستيل تشيست تيوب ريموفر كان 3 دايز، والديوريشن اوف هوسبيتال 7 ايام، لان احنا عندنا كنا لازم ندخل العيان ونعمل له السي تي في المستشفى ونديله ميعاد، فما كناش بنخرجه وندخله. كان معظم العيانين بيدخلوا من الاول للاخر لغايه ما يخرج وهو في المستشفى، ما كناش بنجيبه على معدل المنظر على طول يعني. دي مقارنة بين الكرايو بروب والريجيد فورسبس. اللي فرق في السايز، السايز انا ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي انا، ان انا متحفز يعني منحاز جدا للريجيد سيراكوسكوبي، ان كان السايز الميديان في الريجيد 2.7 المين و 4.1 سنتيمتر في الكرايو بروب، وكان السيجنيفيكانت ديفرنس يعني. برضو الفرق الثاني طبعا، وده دي متوقع من الكراي بايوبسي، الانتجريتي الكراشد سيلز كانت اقل حاجه في الكراي بروب كومبير تو ذا ريجيد فورسبس. ادي المقارنه بين السايز، وما فرقش في الباثولوجي خالص الكرايو من الريجيد من الكونفنشنال، كان كله نفس الدياجنوزيس. الكراشد سيلز بس زي ما قلنا اللي هي فرقت. لما كمرضو عملنا مقارنه بين الريجيد فورسبس والفليكسبل فورسبس، طلع طبعا الفليكسبل احسن، واعتقد ان احنا فسرناها ان البروب ده كان جديد وبالتالي كان بيشتغل احسن، حتى كنا الثوبنج سايكل بتاخد اقل، كان بياخد حوالي 10 ثواني، لكن الريجيد ده كنا بنوصل لغايه 30 ثانيه عشان يعمل ايس بول ونقدر نشيل بيه البايوبسي. فاعتقد ده التفسير الوحيد اللي طلع فيه فرق بين الفليكسبل والريجيد، فيما عدا هذا ما كانش فيه اي فرق بين الاثنين بروبس اللي احنا اشتغلناه. دي بس كيسز بسرعه جدا كده. دي كانت زميلتنا دكتوره امتياز، كانت عامله حادثه من 3 اسابيع وجالها تشيست ديزني او تشيست بين، جايين عملنا لها اكس راي طلع دي، كنا كلنا متوقعين انها تطلع هيموثوركس، جينا عملنا سي تي نفس الكلام، جينا سحبنا لقيناه دي سربرايزنج اللي بقى طلع ووز دي بيلو ان كلر، والبروتين كان 5.1 يعني اكسيد نيجاتيف فور مالجنانت سيلز، وعملنا السوراكوسكوبي. قول لي بقى كده. ادي ليجن شفناه احنا، ده دي الترانس برونكيال نيدل اللي هنحقن بيها السلاين جوه الابينفرين والزيلوكاين عشان نعمل ريزنج اوف ذا بلورا، بندخلها ثرو ذا وركينج تشانل ذا ثيراكوسكوبي. ادي دلوقتي هنحقن وهيحصل، ادي البلورا بتبقى ريز، ده اهي اتفصلت خلاص، بقت سهله جدا، وفي نفس الوقت السلاين فيه ابينفرين فهيقلل البليدنج، وفيه ليدوكاين فهيقلل البين ديورينج تيكينج ذا بايوبسي. وبعد كده بندخل بالكرايو بروب، جاي في السكه اهو، ادي اهو بصوا حضراتكم ده الفورسبس بتاع الريجيد برونكوسكوب، واحنا رابطين عليه الفليكسبل كراي بروب. ادي الايس بول بتتكون اهي لغايه ما تبقى فيرملي ادهرنت تو ذا ليجن، وبعد كده بشيلها وانا مطمن خالص. قبل كده كنت ممكن اخاف عشان البليدنج، لكن طالما انا حاقن ابينفرين تحت فما كانش بيحصل بليدنج خالص الا حاجه فيري ماينوت وسيلف ليميتد. والسايز كمان كبير جدا للبايوبسي. ادي بعد ما خدنا، وزي ما قلت لحضراتكم بيبقى سايزابل بايوبسي والبليدنج بيبقى فيري مينيمال. خليك جنبي بس وقت الفيديو التاني عشان لو ما اشتغلش. دي ده البوست اوبراتيف اكس راي، كيسنا وطلعت نون كازيتنج جرانيولوما، وعملنا لها كالشر فور تي بي طلعت بوزيتيف،
طلعت early TB وكانت حظها انها تشخصت كده by chance عشان الحادثة اللي حصلت لها دي. الحالة التانية برضو 29 سنة female patient housewife عندها chest pain وديسنيا وgeneralized fatigue, عملت X-ray في left moderate pleural effusion, CT confirmed the findings, exit lymphocytic negative for malignant cells, وعملنا thoracoscopy نفس الكلام, ادي ليجن موجودة هو, وبندخل الإبرة transbronchial needle subpleurally ونحقن عشان نعمل raising للبلورة. نفس القصة بقى. وبعدين دي كانت حالة عملت بالريجيد كراي بروب اهو, بس ده كان بياخد وقت اطول لان هو بصراحة كان قديم جدا عندنا وكان شغال بقاله فترة, فكان بيقعد حوالي 30 ثانية عشان يعمل ايس بول غير الفليكسبل اللي احنا كنا جايبينه جديد ده. ادي الايس بول فورم ده اهي, وبتطلع very very sizable biopsy without fear of bleeding or pain. ده البوست اوبراتيف بعد الثراكاسكوبي, وطلعت non-causing granuloma كانت ساركويدوزس. طبعا من الحاجات اللي هي مش كومن ان احنا نلاقيها في البلورا. انا خلاص الكونكلوجن, الحاجة التانية دي ما كانتش conclusion بس دي observation, ان احنا لقيناها ان هي very effective في thick firmly adherent pleura وبنقدر ناخد منها large biopsy. قبل كده ما كناش بنعرف نعملها بالrigid. وتالت حاجة ان gaining the biopsy by the cry technique بيخلي بيconserve the cellular architecture والtissue integrity وbetter preserved. ودي ملاحظة كانت ملحوظة كمان عن طريق الهيستوباثولوجيست اللي كانوا معايا. البيبر دي اتنشرت في مجلتنا العريقة Egyptian Journal of Bronchology. We thank you very much. حاضر. شكرا جزيلا دكتور أيمن على يعني exposure, يعني nice technique apparently should be يعني extended والresults كمان واضحة. وأنا عارف أن أنتوا عشاق الثراكوسكوبي والبلورة والتكنيكس, وإن شاء الله يعني I think يعني it's يعني شكراً جزيلاً على التوك بتاعك. إنما أنا أقول تاريخ الثراكوسكوبي في مصر, لما كنت بشتغل في قسم الصدر من 56 ل 58 كنت بشتغل برضو مع أستاذنا الدكتور صلاح الملاح كمساعد له في جراحة الصدر. كان التوبركلوزس في هذا الوقت يسعى في الأرض فسادا, وكان عندي في يومين في الأسبوع إبر هواء للعيانين نيموثوركس أو نيموبريتونيوم, يعني كل يوم يجي 30-40 عيان نعمل لهم أرتفيشال نيموثوركس أو نيموبريتونيوم. اللي بيتعمل لهم نيموثوركس الايديا فيهم ان الكافيتي تو كلوز, ساعات الكافيتي داز نوت كلوز. واي؟ لان في ادهيجنز, الادهيجنز منع اللنج انها تريلاكس. كانوا يسموها كولابس سيرابي انما احنا بنسميها ريلاكسيشن سيرابي. طيب نعمل ايه؟ كان ندخل الثراكوسكوب وحاجه من الاثنين بسنجل اوبننج او تو اوبننج, وتحاول تقطع this adhesion. There are certain indications not to cut the adhesion. إذا كانت الadhesion very peripheral تبقى خايف إنها تنفجر الكافيتي. إذا كانت الadhesion ناحية ال big vessels في النك في الثوراكس inlet ما تعملهاش. إذا كانت tension cavity ما تعملهاش, ما تقطعش الadhesion. Otherwise يبقى تقدر تقطع الاديجن, وبالتالي اللنج بعد كده الكافيتي تو كلوز. وكنا بنعملها برضو في التوبركلوزس كدياجنوستيك. كان الرول يا جماعه ان اي بلورال افيوجن نوت بروف ذا اذروايز شود بي كونسيدر توبيركلوس انتير اذروايز بروف. فلو دخلت بالثراكوسكوب ولقيت تيوبريكلز على السيرفيس بتاعت البلورا
تاخدها وتعمل التوبركلوز. لما نيجي بالنسبه للماليجنسي وانا بعاني منها لغايه دلوقتي اقول لكم بعاني منها ازاي. ايه بتوع الماليجنت بلورال افيوجن كنا بنحاول ان احنا يتعالجوا، فكان اللي بيتعالج في هذا الوقت بريديو اكتف جولد. الريديو اكتف جولد ده كان بيجي من امريكا بالطياره في وسط الليل، ولازم في وسط الليل لازم ايميديتلي يتحقن جوه ايه جوه البلورال كافيتي عشان يساعد الكلام ده. يجيبوا مين؟ يجيبوا نائب الصدر، كان الدكتور محفوظ اللي بقى بعد كده وزير الصحة هو مختار السعداني، يندهولي واسهر طول الليل اعمل انترا بلورال انجكشن بعد ما بنخش بالسوراكوسكوب احقن الراديو اكتف جولد. للاسف من كتر الحالات اللي انا عملتها جالي افكشن على البون مارو لغايه دلوقتي. الليكوسيتيك كاونت بتاعي ما زيدش عن 2000 او 2500 نتيجه ان هذه البروسيزر اللي كانت بتعمل. لما جاء الدكتور محمد مصطفى اللي علمنا اللي في امريكا وعايز يدي الراديو وفشل، يعني عايز اقول لكم الراديو اكتف جولد فشل ان يعالج المالجنان بلور افيوجن لان الباور اوف بنتريشن اوف ذيس ماتيريال قليل. انا مش عايز اطول لان عارف صلاه الظهر جايه. ف بعت لهم جواب في المركز القومي للبحوث، يا جماعه انا عايز اقول البريفيس اكسبيرينس للدكتور مصطفى توفيق احنا وجدنا ايه وعملنا ايه، لان العلم تراكم معرفه. للاسف لا استجابه، واللهم بلغت واللهم احفظ. شكرا. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور مختار، وانا اسمح لي اصل انا عامل محاضره كبيره على الهيستوري في سيراكوسكوبي، فهاخد من حضرتك المعلومات دي دلوقتي وهضيفها، لان انا ما كنتش اعرف ان احنا بنشتغل من سنه 50 ابدا، يعني ما كنتش اعرف ان احنا بنشتغل من سنه 50 في التراكوبي. حاجة لحضرتك. أما الثمانين وقد بلغتها فقد أيضا أو قد سمعي إلى ترجمان، فإذا كنت التسعين بلغتها يبقى عايز ترجمان عشان يوصل لي الكلام. تعال قول لي اللي أنت عايز تقول. إحنا شوف يا ابني، أنا في المؤتمر بتاع الصدر دور مرتين اتكلمت history of tuberculosis في مصر و history of يعني chest diseases في مصر أكتر من كده، وزعلان لغاية دلوقتي قوي. أكاديمية البحث العلمي قالت اعمل أبحاث، وأنا كنت بمسك جسم الصدر، فقلت تاريخ الأمراض الصدرية في مصر، وعملوا لها مش عارف 30 أو 40 ألف جنيه. دكتور مختار حضرتك عايز حد يقعد جنبك ويكتب التاريخ اللي هو فعلا جميل جدا. كل الناس اللي نشروا في الدنيا جمعت البيبر بتاعتهم وطلع كتاب في الأكاديمية البحث العلمي، جم يدينوا الفلوس قلت لهم انا متبرع بيها بس انشروا هذا الدليل وزعوه على الجامعات عشان انت اشتغلت، انت في اسيوط، انت في بلد تانية، لا انت عملت ايه ولا انت عملت ايه. وللاسف لغايه دلوقتي بالرغم ان انا تبرعت بهذه الفلوس وما خدتهاش، أكاديمية البحث العلمي عملت كده. أكتر من كده سنتين الأخرانيين الناس اللي خدوا جايزة ولادنا اللي خدوا جايزة أكاديمية البحث العلمي يعني تشجيعية أو تقديرية ما خدوش حاجة. أنا خدتها السنة دي كرواد، أنا ما بدورش على إن أنا يأخذ فلوس أو أخذ من الله، لا أحب كل مقتر فقور. انما زعلان جدا على ان السنتين الاخرانيين ما بيوزعوش الفلوس ويجيبوا العمال يدولهم ناشئين وكل سنه يعملوا لهم مؤتمرات وبتوع الاعلام والدعاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذنا الفاضل، ربنا يحفظك ويديم فضلك. دلوقتي هيشرفنا الدكتور محمد فتحي في توك على الانترابيلورال اميونوثيرابي ان ابديت اون ايمرجينج تي تي استراتيجيز فور بيلورال مالجنس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش طول على حضراتكم علشان وقت الصلاه. حابب اشكر استاذ الدكتور طارق صفوت واستاذ الدكتور جمال عجمي على نجاح المؤتمر، وشرف ليا وجود اساتذتي استاذ الدكتور مختار مدكور واستاذ الدكتور اشرف مدكور، وحابب اشكر استاذ الدكتور احمد غريب على انتقاء التوبيك ده. صراحه التوبيك ده حاول افهمه بقالي شهر، بس ان شاء الله هنتكلم على سبوت لايتس فيه.
والحقيقه هو الفكره كلها ان المالجنانت بلورال افيوجن هي حاجه مزعجه لنا كلنا للاسف. تشالنج كبير بيشنس المالجنانت بعد ما بيديفلوب بلورال افيوجن بيبقى البروجنوز بتاعهم للاسف سيء جدا وبيأثر كمان على كواليتي اوف لايف. والسيستميك ثيرابيز للاسف مش مؤديه الغرض اللي مطلوب منها من ان هي تقلل ريت اوف اكيوميليشن وتحسن الدسنيا بتاعه العيانين المالجنانت، فبالتالي بداوا يلجأوا للانتا بلورال امينوثيرابيز. والبنفيت كانت ان طبعا البلورا دي كلوزد سبيس، فبالتالي وجود فيها الدراج نفسه هيخليها تشتغل بشكل احسن، ولكن كانت بتقابلهم المعضله وهو وجود بعض الفيوجنز بالذات في المالجنسيز، لو حتى كانت هيموراجيك كمان بيحصل نوع من السبتيشنز، فبالتالي بتقلل الشغل بتاع الدراجز. ولكن في وجود الايمينوثيرابي ده كان يمكن نوع من الادفانتج ان الكونتاكت بتوين الاميونوثيرابي والتيومر سيلز في وجود السبتيشنز حتى كان بيبقى كويس. ممكن بعض الناس بتستخدم الثراكوسكوبيك لايسس للادهيجنز يعني على اساس ان احنا نحاول نقلل وجود الادهيجنز ونزود الكونتاكت بتوين الدراجز اند ثيرابي. الموضوع ده كان عن طريق طبعا اندولينج بلورال كاثيترز علشان نقدر نعمل فولو اب لل كمية الفيوجن والدراجز الموجودة جوه. الحقيقة الموضوع ده ما كانش جديد، يعني هو مش حاجة جديدة، من أول 1998 وألف ستيرمان وأستول بدأوا يحقنوا الأدنو فيروس هيربس سيمبلكس تيروزين كاينيز والإنترلوكين 2، وإحنا نعرف دلوقتي دي أنواع من الإنترا بلورا إميونوثيرابي، بدأوا يحقنوها في البلورا. فالموضوع واضح أنه قديم جدا وشاغل بال ناس كتيرة من المشغولين بالبلورا والثراكوسكوبي. هما خمسة ميجور تايبس، هناخد سبوت لايتس على كل واحدة لأن هي الموضوع صراحة يعني في كلام كتير. ممكن نستخدم سيتوكاينز، ممكن نستخدم أدوية تحسن النيت إميون ريسبونس، ممكن نعمل سيل إميونوثيرابي نخلي خلايا هي اللي تاكل التيومر سيلز، ممكن نحقن جين ثيرابي نحول التيومر سيلز لخلايا تطلع تعمل ديستركشن للتيومر سيلز الاخرى، واخرهم الانكوليتيك فيروس. هنتكلم على السيتوكاين ميديتد اميونوثيرابي، اولهم او اشهرهم هما الاثنين انترلوكين 2 والانترفيرون جاما، الاثنين بيتحقنوا بسبيسيفيك كونسنتريشنز جوه البلورا، وده كان بيعاكس التيومر ميديتد اميون توليرانس والتي سيل اكزوستشن. يعني التيومرز في البلورا بتخلي التي سيلز تموت بسرعه وتعدادها يقل، لما نحقن انترلوكين 2 تبدا يحصل كاونتر اكتنج لهذا الايفكت بتاع التيومر والتي سيلز تبدا تزيد ويزيد مده بقائها، فبالتالي يحصل تيومر ديستركشن اسرع، وده اللي لقوه بعد كده مع السيريال سيريال بيبرز على هذا على استخدام الانترلوكين 2، وكان في نتائج مبشره جدا. الحاجه الثانيه وهو الانترفيرون جاما، نفس الفكره ان احنا موبيلايزيشن اوف ماكروفاجز ليد تيومر سايت، لما نحقن انترفيرون جاما جوه البلورا ده عملوا بوتين في 1991 ولقوا ان في بارشال ريسبونس في 11% وكمبليت ريسبونس في 21%، وده يعتبر يعني ايه نتائج مبشره جدا في اللوكال ايفكت ده. تاني حاجه وهي النيت اميون ريسبونس، الحقيقه في زي ماتيريال اللي هو الاوكي 432، هو صراحه حتى اللي هنا الكلام مكتوب بالصيني، انا بحاول ادور على اي ليترشر فيه، معظمهم في مكان الصين واليابان، وهم كانوا بيجيبوا الستريبتوكوكس بايوجينز سترين ويزودوا الانتي تيومر اكتيفيتي بتاعه الانتيجنز بتاعه ستريبت بايوجينز وسموها الاوكي 432 او بي سي بانيل، وكانوا بيحقنوا بي سي بانيل دوت جوه البلورا ولقوا ان هو بيعمل اكتيفيشن الناتشورال كيلر سيلز ويزود الانتي تيومر اميون ميديتد لارج جرانيوليشن ليمفوسايتس. فده كان نوع من الايه من الدراج اللي بيتحقن في البلورا يزود الانيت اميونيتي ويحسن الماجنت بلورا افيوجن. الحاجه الثالثه وهي السيلولر اميونوثيرابي، في نوعين منها سويسايد جين ثيرابي وكايميريك انتيجين ريسبتور تي سيلز. السويسايد جين ثيرابي هو انا اول ما قريت الكلمه دي جينيتيكلي موديفايد الوجينيك اوفيريان كارسينوما سيلز انجينيرد تو اكسبريس هيربس سيمبلكس فيروس ساميدين كينيز ان كومبينيشن وذ سيستميك جينسايكلوفير. كلام صراحه كله يعني ايه اميونيتي اكتر ما هو تشيست، ولكن هو ببساطه ان هم اعتمدوا ان الهربس سيمبلكس ساميدين كينيز انزيم دوت
بيعمل بيحول الجين سايكلوفير من اكتف من جين سايكلوفير لجين سايكلوفير ترايفوسفيت. والجين سايكلوفير ترايفوسفيت دوت هو عباره عن سايتوتوكسيك برو دراج او سايتوتوكسيك كومباوند. فبالتالي انا بحقن السيلز بالثيميدين كينيز وبدي اي في جان سايكلوفير، فالخلية تحول الجان سايكلوفير لجراي سايكلوفير ترايفوسفيت، فبالتالي التيومر سيل اللي افكتد بهذا البرودرج بتموت. ولقوا كمان زيادة ان بيحصل حاجة اسمها بايستاندر افكت، اللي هو مش بس ان الخلية نفسها اللي ضايد التيومر سيل، لا حصل عن طريق الجاب جانكشنز ان الجان سايكلوفير ترايفوسفيت اتنقل لبقية الخلايا وعمل ديستركشن لبقية التيومر سيلز. Cause any disease, but can introduce genetic information into a cell. The T cells are reprogrammed, so they. Chimeric antigen receptor T cells. ببساطة جدا هما بياخدوا T cell من العيان زي ما هنشوف هنا في الصورة، وبعدين بيعملوا لها modification عن طريق إن هي تبقى بتطلع عليها receptors بتديتكت بعض الانتيجنز في التيومر سيلز. زي إيه؟ زي الفايبر بلاست اكتيفيشن بروتين اللي موجود في مالجنانت بيراميدوسيليوم. فبالتالي لو شفنا زي الاصفر ده الريسبتور الاصفر دوت جينيتيكالي موديفايد، يعني تي سيل طبيعتها مش عليها الريسبتور ده، ولكن لما انا باخدها واحط عليها الريسبتور او اعملها جينيتيك موديفيكيشن، فبالتالي تقدر ان هي تهاجم الفايبر بلاست اكتيفيشن بروتين اللي موجود في المالجنانت بيراميدوسيليوم، فبالتالي تزود الايه ديستراكشن بتاع التيومر سيلز. رابع حاجه وهي اميون جين ثيرابي، ويمكن ده الادينو فيروس فيكتور، ده الفيكتور المشهور جدا في الفاكسينيشنز دلوقتي وبيستخدم كتير جدا. واضح مش بس موضوع الفاكسينيشن، لا بيستخدم كمان كتريتمنت في المالجنسيز، ان احنا بنوصل عن طريقه جينز للايه للمالجنان سيلز علشان نزود التيومر ديستركشن. استخدموا ثلاث مواد: هيومن انترفيرون الفا، هيومن انترفيرون بيتا جينز، وثيميدين كينيز جينز. السيلز اللي افكتد بالادينو فيروس انترفيرون بيتا بدا يحصل ريبليكيشن، اسف هي بتبقى الادينو فيروس ده بيعمل ريبليكيشن ديفكتيف، فبالتالي ما بيعملش مشاكل. ولما حقنا الانترفيرون بيتا بدا يحصل تيومر سيل ديث وباورفول ستيميليشن للاميون سيستم جوه البلورا، كل ده جوه البلورا. يعني هي ده الادفانتج الاساسيه، كل الحاجات دي ممكن يبقى فيها سيستميك اليمنت، ولكن كون ان هي تشتغل لوكال ويبقى ليها ليس سايد افكتس وفي نفس الوقت تبقى مور باورفول. طبعا بيحصل ساعات بعض السايد افكتس من هايبوكسيا، اليفيتد ليفر انزيمز، وواحد بيشنت حصل له بريكاردال تامبونيدنج، ولكن حاجات بتحصل مع اي دراجز. النوع الثاني من الاميون جين ثيرابي اللي هو استخدام الثيميدين كينيز، وده برضو قريب جدا من اللي اتكلمنا عليه من شويه اللي هو الادينو فيروس ثيميدين كينيز مع الجان سايكلوفير. هنا بيستخدموا ثيميدين كينيز جين مع الفالا سايكلوفير، نفس قريب من الفكره الثانيه، ان هو بيحصل ان الخلايا مالجننت بتبدا هي نفسها تطلع ثيميدين كينيز جين، وده بيعمل انتربشن للنورمال دي ان ايه بتاع التيومر سيلز، فبيعمل لها نيكروزس وديث، وفي نفس الوقت بيزود البرو انفلاماتوري مايكرو انفايرمنت مع ال وتزود التيومر لايسز. اخر حاجه وهي الانكوليتيك فيروسز او بيسموها داينامايت فور كانسر سيلز، وده موضوع بيستخدم مش بس في البلور، ده بيستخدم في البروستيت وبيستخدم في كتير جدا من المالجنسيز، ان احنا نجيب فيروس نعمل له جينيتك موديفيكيشن زي الهربس سيمبلكس 1716 ونبدا نطلقه على تيومر سيلز ويخش جواها ويعمل لها ديستركشن، وكمان بعد الديستركشن يبدا يطلع منه ميدييتورز تعمل اكتيفيشن للتي ليمفوسايتس، فتبدا التي ليمفوسايتس نفسها تبقى ستيميوليتد اجينست التيومر سيلز. موضوع اميونيتي طويل، ولكنه واضح ان هو افكتيف. في بعض الترايلز هنا بدا يحطوا 12 بيشنتس معملين مالجنانت بيراميدوسيليوما وصلوا الاوفر اول سيرفايفر 18 شهر، وده يعتبر مقبول جدا في وجود الميوسيليوما. فالأونكوليتيك فيروسز دوت برضو نوع من الخامس نوع من أنواع الإميون ثيرابي إنترابلورال، وإن شاء الله بقى فيه فايدة. To conclude، الموضوع بروميسينج، فعلا بروميسينج، بنحاول نقلل السيستميك سايد إفكتس ونستخدم لوكال دراجز،
مالتي مودل. طبعا ده اساسي ان احنا مش بنستخدم بس انت بالايميوثيرابي، لا ده عم بياخد كمان سيستميك كيموثيرابي، وبيبقى في اذر موداليتيز كومباينيشن مع هذا الموضوع، ولكن ده من باب المالتي موداليتي. ان ثانك يو، شكرا. نشكر الدكتور محمد فتحي على المحاضرة القيمة، وندعو الأستاذ دكتور وائل سليمان يتكلم عن debates in plural interventions. أنا بشكر الأستاذ دكتور طارق صفوت والأستاذ دكتور جمال ربيع على دعوتهم للمشاركة في المؤتمر، شرف كبير ليا. بشكر الشير بيرسونز الأستاذ دكتورة مها والأستاذ دكتور أحمد حلفاوي. يعني النهاردة المحاضرة بتاعتنا عن الديبيتس بتاع البلمونري هايبرتنشن، بس عبال ما نصلح التكنيكال دي. هنتكلم عن الديبيتس بتاعت البلورال انترفينشن. احنا الادفانسد ميديكال انترفينشن دلوقتي في البلمونري ميديسن لازم هيبقى سبجكتد تو ديبيتس. اي حاجه يعني بتطلع بتبقى سبجكتد تو ديبيتس، وخصوصا لو كانت حاجه فيها انترفينشن. Among respiratory physicians, the ability to perform a simple pleural procedure traditionally زمان كانت core requirement للبوست تريننج والجنرال براكتيشنر، بس كانت الحاجات المور ادفانس التكنيك كانت تيبيكالي متشاله لدكاتره الكارديو ثوراسيك سيرجري والانترفينشن راديولوجي. اما ابتدى يحصل في ريسنت ييرز ابتدى يحصل امبروفمنت للبوست بيسايد ميديكال تكنولوجي، والافيلابيليتي بتاعتها ابتدت تزيد للجنرال فيزيشن. ابتدت الايرا اوف انترفينشن بالمونولوجيست، وابتدى يطلع عندنا ترم جديد اسمه انترفينشن بالمونولوجي.
tools such as thoracoscopy والindويلينج بلورال كاستر and bedside ultrasound زي ما قال الدكتورة مها وزي ما قال الأستاذ الدكتور أيمن بعيس are now increasingly available in respiratory clinic worldwide. الدياجنوستيك موداليتيز في البلورال ديزيزز زي الراديولوجيكال ستاديز الثراكوسنتيسيس والبلورال فلويد اناليسيس كلوز تو بلورال بايوبسي الثراكوسكوبي والثراكوتومي. يمكن الكونكلوجن بتاعي من المحاضره النهارده بيتكلم في ستيتمنت مهمه جدا. الايديا ذات زير مي نوت بي ا بيست تريتمنت. مفيش حاجه اسمها البيست تريتمنت. وات سيوتس وان بيشنت مي نوت بي ابروبريت فور انذر. And what suits a patient at one time may not suit the same patient later. تمام؟ من هنا ابتدت حتة الديبيتس من الكلمة دي. المين ديبيتس في البلورال انترفينشن يمكن أول ديبيت وأكترهم وأهمهم الأوبتيمال chest tube size for drainage. يمكن دولت عندنا different chest tube sizes أو اللي بنستخدمهم. There are many different situations in which chest tube are used. The main used to remove liquid or air من البلورال space زي malignant pleural effusion, paraneumonic effusion, empyema, hemothorax, chylothorax, coronary recurrent pleural effusion ونيموثورax. Traditionally large bore هي دي اللي كنا بنستخدمها زمان على طول أكتر من 28 فرنش أو 28 فرنش. دي كانت recommended in almost all situation with inserted using a blunted dissection technique. However, for recent years, the smaller tubes اللي هم 14 فرنش أو أقل become a most common chest tube inserted. طب ليه؟ الأدفانتج بتاعتها أو الحاجات اللي خلتها تبقى تستخدم أكتر من كده. أولاً easier to insert. Cause less pain with patient with both during insertion and while the tube in situ appears to have lower risk of complication. A higher rate of complication is with large bore tubes which are inserted in trauma patient using a trocar technique. The lowest complication rate are seen with small drainage with incised by radiologist. وده يمكن راجع لاستخدام الالترا ساوند اللي هو ابتدى يبقى الايرا بتاعتنا دلوقتي. في UK من 2003 ل 2008 كان فيها حوالي 17 fatalities reported في الانسيرشن بتاع الشيست تيوب. Most of this is were due to insertion into another organ. حتة تانية خالص. والكلام ده في انجلترا. Incidence of injury with large bore versus small bore تقريبا 1.4% ل 2% في السمول بور. الانسيدنس اوف مال بوزيشن 6.5% في اللارج بور فيرسس 6.1% في السمول بور. انسيدنس اوف امبايما كان اكتر في الشيست تيوب سواء في اللارج روب بور 1.4 فيرسس 2.2. الانسيدنس اوف درينج بلوكج يمكن كان اكتر في السمول بور ودي حاجه لوجيكالي كان 8.1 في اللارج بور كان 5.2. If there is a large amount of air or fluid coming out from the pleural space, a large bore may be necessary to handle it. The patient with complicated paraneumonic effusion are probably best managed with small bore catheter, even when the pleural effusion or pleural fluid is virulent. A patient with hemothorax are best managed with large bore catheter because of blood clots and high volume of pleural effusion. Most patients with pneumothorax can be managed with aspiration or small bore chest tube if there is fail a large bore chest tube may necessary. A patient on mechanical ventilation with barotrauma induced pneumothorax are best managed with large bore chest tube. طبعا احنا واضح من الكلام بتاعنا ان احنا مش بنتكلم ان في حاجه احسن من حاجه. كل سيتويشن لوضعه وكل بوينت من دي اتعملت عليها ريسيرشز واتعمل عليها بيبرز وقالوا ان في السيتويشن ده ممكن يبقى افضل من البروسيجرز التاني. السمول بور تشيست تيوب ار ريكومندد وين بلوروديسيس از بيرفورمد. ذا سكسس اوف سمول بور اندويلينج تانلد كاستر ذات ار ليفت ان ذا بليس فور ويكس دوكيومنتس ذات ذا سمول بور تيوبس دونت كومنلي بيكام اوبستراكتد ويز فايبرين. In summary, the available evidence suggests that small bore catheter are effectuous as large bore catheter because of small bore tubes tend to cause less discomfort and associated with less side effects.
عشان كده هم بريفيرد. Indeed, the British Thoracic Society في 2010 recommendation on the treatment of malignant pleural effusion recommend small bore من 10 إلى 14 French intercostal cluster should be the initial choice for effusion, drainage and pleurodesis. الديبتس الثاني بتاعنا الاندويلينج بلورال كاستر فيرسس بلوروديسيس فور مالجنت بلورال افيوجن. المالجنت بلورال افيوجن برايمري اور ميتاستاتيك مالجنت بلورال ليجن مي اونلي بي بريزنت اون ذا فيسرال بلورا او الدايفرام اور ديستينال اسبيكت اوف بارايتال بلورا. اللي ديتكشن ويل ليد تو بيتر بروجنوزيس اند بيتر اوتكم اوف بلوروديسيس اند of pleurodesis as a tumor load is less malignant pleural effusion or para malignant pleural effusion, that is the question. يمكن الحالة اللي عرضها برضو دكتور أيمن بتاعة الدكتورة كانت موضحة الكلام ده. زي ما احنا بنقول everything we hear is an opinion not a fact, everything we see is a perspective not a truth. مش كل واحد فينا شايف الموضوع من منظوره بطريقة واحدة. يمكن ده بيوضحوا لنا البيبرز اللي طلع في الكلام ده. يمكن الاوروبيان اسوسيشن اوف كارديوثوراسك سيرجري الناس دول سيرجن اما جم يكلموا قالوا what is the best treatment for malignant pleural effusion, قالوا ان الاوفر اول 161 بيبر concluded that chemical pleurodesis is a superior to chronic castor drainage in terms of survival length and mortality rates, but the patient with strapped lung syndrome chronic intrapleural castor placement is indicated. الشيست ماجازين قالت ان الاندويلينج بلورال كاستر ريديوس امبيشنت دايز اوفر بلوروديسيس اوف مالجنت بلورال افيوجن كان كونكلود ذات البيشنت تريتد ويز اندويلينج بلورال كاستر ريكوايرد سيجنيفيكلي فيور دايز ان هوسبيتال فيور اديشنال بلورال بروسيجرز ذان ذاس هو ريسيفد بلوروديسيس. السيفتي بروفايل اند سيمبتومز كنترول وير كومباربل في الاثنين. في الإيجيبشن جورنال اوف شيست ديزيز اند تيبركلوزس المجلة العريقة بتاعتنا هنا في مصر قالت ان اليوسفلنس اوف بيك تيل كاستر ان بلوروديسيس اوف مالجنت بلور افيوجن كود بي كونسيدرد ا سيف اند ايزي توليرابل اند افكتيف الترناتيف ميثود ان كومبينينج تو ذا تراديشنال انتركوستال تيوب ان بلوروديسيس اوف مالجنت بلورال افيوجن. The small bore chest tube are equally effective with large bore one. Negative pressure should be applied after 24 hours if there is no full lung expansion. لو ما حصلش full lung expansion بعد 24 ساعة من apply negative pressure. The corticosteroids or non-steroidal anti-inflammatory but reduce the success rate. Don't administer sclerosing agent in case of trapped lung. It is not necessary to wait for fluid production. ما تستناش لغايه ما يقل عن 150 بير داي زي ما كنا بنقول زمان. مش شرط تستنى if there is a full lung expansion. لو حصل full lung re-expansion مش شرط تستنى. In case of leukurated malignant pleural effusion, administration of fibrinolytics intrapleurally have been used before pleurodesis. Rotation of the patient after administration of the agent does not increase the success rate, مش بيزوده بس بي reduce the pain للpatient. There are no randomized controlled studies or trials about how many days of chest tube should be remain after administration of TALC. Fluid production ساعتها بيبقى مهم ان احنا نقيسه اقل من 150. While reports on indwelling pleural castor treatment in for malignant pleural effusion have increased over the past 15 years, the international guidelines on malignant pleural effusion now include this modality, تمام, as a viable approach. No clear superiority of either options has been established, and both remains valid therapeutic option for patients with malignant pleural effusion. In certain cases, indwelling pleural castor appears to offer advantage over pleurodesis, as would be the case of a patient with poor functional status who can't tolerate pleurodesis or in presence of trapped lung zymon. Pleurodesis put forward a higher chance of rapid resolution of pleural effusion with intervention that is limited in time, but this required a hospital stay, more invasive procedures and the possibility of need repeated procedure. في حين الاندويلينج بلورال كاستر is an outpatient solution which is less invasive
necessitate prolonged catheter drainage العيان بيروح بها وبيقعد مده طويله and care in the significant portion of patient who will not achieve blepharoptosis. Successful symptoms relief and quality of life improvement can be achieved with both approaches without evidence for significant difference between the two options. The cost of the two intervention doesn't differ. كان الأول بيفرق بس دلوقتي ما ابتدينا نستخدم مع الاندويلينج بروراكستر البروركس والبروركس غالي شوية أو الحاجات بتاعت النيجاتيف بريشر فده يمكن غلى البروسيجرز شوية بس لو احنا مش هنستخدمه هتبقى البروسيجرز أرخص. طيب الديبيتس الثالث بتاعنا الميديكال ثوراكوسكوبي اند كلوزد بلورال بايوبسي. الانترفنشن بالمونولوجيست هاف تو مينز باي ويتش از اوبتين الدياجنوستيك بلورال تيشو يا اما كلوزد بلورال بايوبسي اور الميديكال ثوراكوسكوبي. نايذر اوف ذيس تكنيكس ان از نيو اند بوث هاف ديفرنت درفتد ان اند اوت ذا فاشن اوفر ذا ييرز. However, while thoracoscopy is now widely acknowledged to be the gold standard, it is also recognized by the modern clinician advocating either one or both procedures as each has their disadvantage and place in the management of patients with pleural diseases. The closed pleural biopsy, يمكن كلنا عارفنا انها بتتم بالالتراساوند. The closed pleural biopsy has advantage of being well tolerated by the patient and easily delivered by the clinician without the need of hospital admission or support team. A closed pleural biopsy also offers an alternative diagnostic approach in patients either unwilling or too frail to have a thoracoscopic procedure. Complication rates are low with pain and bleeding and pneumothorax being seen أقل من 5% of cases. This usually facilitate day case management with short period and observation post procedure. بس للأسف هو poorly diagnostic procedures unlike thoracoscope doesn't offer any therapeutic or symptomatic gain to the patient. The quantity of tissue can't be obtained by closed pleural biopsy is limited by comparison with thoracoscopic approach. زي ما قال دكتور أيمن حجم العينة بيفرق جدا في الثوراكوسكوب. In contrast to technique the closed pleural biopsy مع الثوراكوستومي أو الثوراكوسكوبي permits a combined diagnostic and therapeutic procedure. في الثوراكوسكوب complete drainage of large volume of effusion, low risk of complication such as re-expansion pulmonary edema, will facilitate and mediate pleurodesis. Also, a clear distinction should be made between medical thoracoscopy and thoracic surgical intervention. It is important to recognize that interventional pulmonologists are performing increasing complex thoracoscopic intervention, including thus under general anesthesia on a regular basis. The available data suggests that medical thoracoscopy is a safe procedure with mortality rate أقل من 1% generally associated with use insufflation talc as a therapeutic agent and low risk أقل تقريبا من 10% of pre-procedure morbidity or complication. To conclude that pleural procedures are safe and low complication rate when compared to other invasive medical procedures. However, an expert or inappropriate intervention is associated with significant and potentially life-threatening risk to the patient. Adequate training, the use of image guiding and ultrasound, understanding how to recognize and treat potential complication, and limiting the number of clinicians expected to perform this procedure may help enhance the patient's safety. A growing recognition of pleural disease as a subspecialty within respiratory medicine alongside the variety of diagnostic and therapeutic procedures available means that early expert opinion should be sought to ensure patients are treated with safe and possibility. هنرجع للايديا اللي احنا قلناها may not be ما فيش حاجه اسمها best treatment. What suits one patient may not be appropriate for another and what suits a patient at one time may not suit the same patient later and thank you. معلش انا جزيلا بسرعه عشان بس الصلاه. برافو عليك. الله يهنيك. شكرا دكتور وين.
واحنا كده نوصل لنهاية الجلسة. دكتور طارق صفوت بس عايز يقول كلمة في الآخر. أهلا وسهلا، بشكركم لوجودكم معنا. أنا حقيقي عايز أحيي باسم كل الأعضاء الموجودين وأعضاء جمعية الشعب الهوائية لوجود الأستاذ دكتور مختار مذكور معنا. أستاذ دكتور مختار مذكور احنا تعلمنا منه كتير جدا جدا، علم وأخلاق وحب للجميع وخدمة متناهية من الصغير للصغير للكبير. أنا تعلمت منه كتير جدا جدا في حياتي، وحقيقي هو دكتور مختار مذكور موسوعة في الطب. وإحنا اتفقت مع الشاب الجميل اللي جنبك دكتور مختار اللي على يمينك اللي هو أشرف مختار مذكور، إن إحنا هنوثق كل الكلام اللي سيادتك عملته، هنوثقه وهننزله في مجلة البرونكولوجي. وبوعدك إن كل الحاجة دي، إن ده علم لازم كل الناس تستفيد منه. الكلام اللي حضرتك قلته على الراديو أكتيف جولد والبلورا والسوراكوسكوبي، الحاجات دي لازم كلها توثق. دكتور مختار مذكور عالم جليل يستحق كل تقدير، موسوعة في الطب الإسلامي والعربي والقبطي والفرعوني، لازم الحاجات دي نستفيد منها. أنا بحييك يا دكتور مختار باسم الجميع، ويعني أتمنى إن الواحد يبقى زي سعادتك كده هو. أنا للأسف إن شباب الدكاترة ما بيحضروش دكتور مختار مذكور، ما خلاش جلسة ما حضرهاش. أشكرك دكتور مختار بالنيابة عن الجميع، ألف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني دايما بقول لا تنسوا الفضل بينكم، ويعني كل أستاذ بيحط بصماته، وبحمل كل ذكرى طيبة للمؤتمرات اللي بتتعمل بالرغم من الفيجوال امبيرمنت اللي عندي، يعني الميكرو ديجنريشن والأفكشن أو السباين وكده، إنما بقى حريص إن أنا بحضر. وببقى سعيد جدا يا دكتور طارق على انك بتضيف جديدا كل سنه، واللي انت عملته في الانفيسيف تكنيكس في البرونكولوجي بذكره. اللي بطلبه منك حاجه، انا بحاول بقدر الامكان اعيد المكتبه بتاعه الرعايه المركزه للصدر اللي انا عملتها في عين شمس، واللي كل سنه كنت اخد من الدكتور احمد البناوي لما كان عميد، او علي عبد الفتاح من المؤتمرات بتاعه اللي بتتعمل دي، معرض الكتاب، واعملها. للاسف اغلب الكتب دي مش عايز اقول ضاعت ليه، ها يعني لا انا يعني مش عايز اقول ضاعت ايه، لان كانت بتتساب ليل ونهار مفتوحه، ايش دكاتره وايش ممرضات موجوده ليل ونهار. بحاول ان انا اجددها. بطلب منك ومن كل الزملاء على انهم اللي عنده اي محاضره او اي حاجه او اي مرجع او اي حاجه، انا عندي لازالوا محتفظ بيهم، يعني دي امانه. استاذنا الدكتور مصطفى الجمال والدكتور سيد الورائي زوجاتهم قالوني خد الكتب اللي عندهم دي ملهاش لازمه، قلت لهم حاضر انا احطها في الرعايه. يا اشرف موجوده في البلكونه في الرعايه في العياده، قصدي عايز ارجع المكتبه دي كعلم وينتفع به. وزي ما قلت يا دكتور طارق قبل كده، انا زعلان جدا ان انا الاكاديميه البحث العلمي كانت عملت الكتاب المرجعي لكل الامراض الصدريه من قدماء المصريين لغايه دلوقتي، قلت عشان انا واللي في اسكندريه وفي اسيوط يبقى عارف اللي عمل قبليه قد ايه وعمل قد ايه، وعملته كتاب وما خدتش الجائزه بتاعته وتبرعت بيها. وللاسف اكاديميه البحث العلمي ما نشرتوش. كتبت من السنه اللي فاتت او اللي قبلها لرئيس الاكاديميه، يا 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 استاذ انا الحاجات دي يعني ده علم يتوزع على الناس اكتر من كده. اللي مزعلني اكتر تلامذتي السنه اللي فاتت والسنه دي اللي خدوا الجائزه التقديريه والتشجيعيه، الاكاديميه لم تصرفهم فلوسهم لغايه دلوقتي،
ولا ذكرت اسمه في الجورنال. يدوا ناشين للعمال، يدوا للدعاء يجيبوا من بلاد عربية وإسلامية وكده، والعلم كأن ملوش له معرفة. حقيقي أنا السنة دي خدت جائزة الدولة الرواد في الطب. أنا بدورش على الجائزة اللي أنا باخدها، أنا بدور على أولادنا والأجيال اللي طلع عشان علمه ينتفع به. كل سنة وانتم طيبين، وأنا ببقى حريص جدا إن أنا بحضر وإن أنا بسمع وإن أنا بستفاد، وأجيال جديدة أنا بستفاد منها. ولا أنسى أحيي جامعة أسيوط، يعني لأن أنا سمعت أفراد عديدة من جامعة أسيوط يتكلموا. الحقيقة هم جامعة نشطة وبتقدم أبحاث كويسة بجانب السكندرية والجامعات الأخرى، فيعني إن شاء الله دايما ربنا يحييكم ويخليكم على خير، ونسمع عنكم كل خير. وشكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين.